الملك يجلس ولا ما يجلس؟ أنه كان لا يضيق عليه في ممارسته. قال له شمدريني، روح أسأل الشيخ. حدثني التاريخ فقال. في أدغال إفريقيا ومع انتشار الأمية والفقر وتفشي الأمراض والأوبئة، نشطت الجمعيات والإرساليات التنصيرية لتجد مكانا خصبا ينشرون فيه تعاليم دينهم المزيف، ويجندون أتباعهم بكل ما أوتوا من قوة لإخراج المسلمين من دينهم. وساعدهم على تحقيق ما يمكرون توافر الجهل وانتشار الأوبئة والفقر المدقع والحاجة إلى الحياة مع ضعف الإيمان والعقيدة، فخضع لهم الكثير. وقد قيض الله للدفاع عن عقيدة المسلمين رجالا أكفاء وعلماء نبلاء، منهم أسد المناظرات الشيخ أحمد ديدات رحمه الله. ولد الشيخ أحمد حسين ديدات رحمه الله تعالى في إقليم سرات في الهند في سنة 1918 من الميلاد. كان قد نشأ في أسرة فقيرة، ولذلك لما ضاقت الحال بأبيه رحل من الهند إلى جنوب إفريقيا واشتغل هناك. وبعد سنين رحل الشيخ أحمد حسن ديدات الشاب الصغير مع والدته وأسرته ليلحقوا بأبيه هناك في ديربن في جنوب إفريقيا، فنشأ هناك في مدارسها وأيضا وظائفها. ولكن فيما يتعلق بالأجزاء التسعة من الإنجيل المقدس، أنت تقول عنه كتاب الله وما فيه تخجل أن تقرأه لمشاهديك. أنا أتحدى أخي، أتحدى أن يقرأ هذا الكتيب. إنه معي الآن وهو ليس في حاجة حتى لفتح الكتاب، إنه هنا وجميع هذه الكلمات بالأحمر. أرجو أن تقرأه بطريقتك المعروفة ولغتك الساحرة وبحركاتك المعروفة. إني أتوق إلى نار الأخ سواجر، وأنا أحس بالخجل أن أرشوه. أخي سواجر، إذا قبلت قراءته أمام الجمهور فأنا أعطيك $100. وماذا تعني $100 بالنسبة للأخ سواجر؟ أنا أرجو وأدعو أن تواتيك الشجاعة والإقدام التي لا تتوفر حسب تجربتي لدى كل القساوسة. اقرأها لجمهورك، حزقيال الإصحاح 23. وإذا لم تستطع فإني أقول إن هذه ليست كلمة الله، وإن الإنجيل ليس كلمة الله. في أثناء رحلتي في نواحي إفريقيا فوجئت بكثرة الكنائس المنتشرة هناك بين تلك القبائل الوثنية، فمع الجهد البسيط الذي رأيته للجمعيات الخيرية الإسلامية إلا أن هناك نشاطا كبيرا ملحوظا لهذه الجمعيات والإرساليات التنصيرية. ورأيت في أثناء زيارتي لهذه القبائل حاجتهم الملحة إلى زيارة المسلمين لهم، لا سيما وأن كثيرا من أولئك الذين التقيتهم عبروا عن انتمائهم لعروبتهم وإسلاميتهم منذ مئات السنين. نشأ الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى في أسرة فقيرة، وهذه النشأة اضطرت الشيخ أحمد ديدات إلى العمل من أجل كسب القوت ومساعدة والده في كفالة أسرته، فعمل في محل صغير ثم عمل في مصنع للأثاث، لكن الأمر لم يطب له، ولذلك رحل في سنة 1949 إلى باكستان. وباكستان حينئذ كانت دولة حديثة النشأة، لأنها أنشئت بعد الانفصال الذي حدث بين الهند وباكستان في سنة 1947 من الميلاد. مكث في باكستان زمنا ثم حبب إليه الرجوع مرة أخرى، لأنه أيضا لم يطب له المقام، وما زال هذا الفتى الصغير يتنقل من مكان إلى آخر بحثا عن طلب الرزق. فرجع إلى جنوب إفريقيا إلى أسرته، إلى العمل، إلى التعب، إلى الشقاء، وعمل مديرا لمصنع كان يشتغل فيه قبل رحيله إلى باكستان، وكان مصنعا للأثاث، وظل يعمل في هذا المصنع
إلى سنة 1956 من الميلاد، وهو في كل هذه الأحوال يعد نفسه إلى شيء عظيم يكون فيه مفتاحاً من مفاتيح الخير وداعية من أشهر دعاة العالم الإسلامي. لقد أوجد الإسلام أكبر مجتمع في العالم لا يتعاطى المسكرات. يوجد حوالي 1,000,000,000 مسلم في العالم، وهم في عمومهم لا يعاقرون المسكرات ولا يشربون الخمر. بدأت ملامح الذكاء والنبوغ على الطفل الصغير، فما كان من والده إلا أن ألحقه بالدراسة وهو في العاشرة من عمره، ونشأ الطفل نشأة صالحة، وعكف على حفظ القرآن الكريم ودراسة الشريعة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة. والقرآن الكريم يقول يخاطب كل المؤمنين، أي كل المسكرات، أي القمار. والأخص وغير في كتابه عن المقامرة يقول إنكم تبذلون 54 مليار دولار سنوياً في القمار، أي قراءة الحظ، أي عبادة الأوثان، أي عمل مقيت من صنع الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أي آمركم أن تبتعدوا عنه لكي تفلحوا، فأفرغت براميل الخمر في شوارع المدينة ولم تملأ بعد ذلك. هذه هي الثمرة، ثمرة تعاليم الإسلام. ولكن ما هي ثمرة 2,000 عام من الوعظ؟ أنتم لديكم القدرة على صنع المعجزات. المسيح يحيي الموتى ويبرئ المرضى، ومحمد لم يستطع، وباسم محمد لم يتحقق شيء. وأنا أقول لكم إنكم لا تقرؤون الإنجيل. من أشهر العلماء الذين تولوا مهمة الرد على النصارى ودحض الشبهات التي تثار ضد الإسلام الشيخ الهندي رحمة الله الهندي رحمه الله، وقد ألف كتابه الشهير إظهار الحق. هذا الكتاب له قصة، فإنه لما رد على أحد النصارى المنصرين في الهند ورحل إلى مكة واستقبله علماء مكة، رحل مرة أخرى إلى السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. ولما جاء إلى السلطان عبد الحميد وإذا بالسلطان يخبره أن منصرا موجودا في اسطنبول يريد من أحد العلماء أن يرد عليه ولا يوجد من يرد عليه. طيب من يرد عليه؟ وإذا بالشيخ رحمة الله الهندي يستشرف لهذه المهمة، ففوجئ هذا المنصر بأن الذي يريد أن يناقشه وهو عبد رحمة الله الهندي هو العالم الهندي الذي ناقشه هناك في الهند، ففر هذا المنصر الإنجليزي ورفض المناقشة. الشيخ أحمد ديدات رحمه الله لما استشرف لمهمة الذب عن الإسلام والدفاع عنه ودحض الشبهات والافتراءات التي تثير عليه والرد على النصارى وبيان خطورتهم، ماذا صنع؟ قرأ القرآن وكتب التفسير، وقرأ كتب السنة، وقرأ العديد من الأناجيل. يقول الشيخ أحمد ديدات رحمه الله وقد اعتمدت في كثير من ردودي على هؤلاء المنصرين على كتاب الشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله. اغربوا عن وجهي أيها الآثمون، فسروا لي هذا، إنه يتحدث عنكم أنتم. إنه لن يقول اليهود اغربوا عن وجهي فأنا لا أعرفكم، ولن يقول الهندوس أو الملحدين اغربوا عن وجهي، بل سيقول لكم أنتم وأريد أن أعرف لماذا يقول لكم إني حتى لا أعرفكم، ابتعدوا عني. وهكذا فإن المعجزات ليست الدليل، وهذا هو يوحنا المعمداني الذي وصفه عيسى بأنه من أعظم الرسل، يقول عنه من بين من ولدتهم النساء لم يظهر بعد من هو أعظم من يوحنا المعمداني، ومع ذلك فإنه لم يأتي بمعجزة. هل أتى بواحدة؟ لم يحدث. المعجزة إذن ليست الدليل، لكن المعجزة الكبرى أن تتحول الأمم وتتبدل أحوالها بدون معجزات. إن 1,000,000,000 من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم محمد. كان المحل الذي كان يعمل فيه الفارس الصغير أحمد ديدات رحمه الله قريبا من إحدى الإرساليات التنصيرية في البلاد، وكان هناك تنصيريون يأتون إلى المحل بدعوتهم المزيفة ويسيئون إلى الإسلام وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى القرآن الكريم، ويوجهون إليهم أسئلة تشكك المسلمين في دينهم وعقيدتهم، مستغلين ضعف ثقافتهم وجهلهم بحقيقة الدين. سؤال يتكرر كثيرا، ما هو السر في إسلام كثير من الناس في جنوب إفريقيا أو في إفريقيا عموما أو في أمريكا أو في أوروبا على يد الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى؟ الجواب أن الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى لم يكن يبغي في محاضراته ومناظراته مع النصارى وغيرهم إثبات الوجود فقط والغلبة لمجرد الغلبة، لا،
وإنما كان يريد دعوتهم إلى الإسلام، يريد أن يدعوهم هم قبل أن يدعو غيرهم ممن كان يتابع مناظراته مباشرة أو عبر شاشات التلفاز. الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى منذ أن كان في جنوب إفريقيا وقبل أن يرحل إلى أمريكا وأوروبا للمناظرة والدعوة، كان يحرص على مناظرتهم بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولذلك كان يذهب إلى بعض الوثنيين أو بعض النصارى ويدعوهم إلى الإسلام، وكان مزعجا لأولئك المنصرين والتجمعات الكنسية الموجودة في جنوب إفريقيا، فطلبوا منه عقد مناظرة لإثبات الوجود. كان رحمه الله تعالى حتى في مناظراته معهم يحرص على إثبات الحجة والبيان، وهذا هو السبب في نجاح دعوته في جنوب إفريقيا قبل غيرها. لقد نذر الشيخ أحمد ديدات رحمه الله نفسه ليس للدفاع عن الإسلام ومواجهة حملات التنصير فحسب، بل ومحاولة إقناعهم بكل السبل للدخول في الإسلام، لأنه دين الحق والنجاة في الدنيا والآخرة. ولم يكن ديدات كبعض العلماء الخنوعين، ولكنه كان الجبل الأشم في مواجهة حملات التنصير، وقد عرف عنه رحمه الله الشجاعة والثبات عند المواجهة واستمداد العون من الله الموفق. قضى الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى حياته كلها يدعو إلى الإسلام، يبين الإسلام الحقيقي، يعرف غير المسلمين بالإسلام، يرد عليهم بالدليل والبرهان والحجة دون سب أو شتم أو طعن أو لعن. وكان من أعظم جهوده الدعوية رحمه الله تعالى أنه ألف ما يقرب من 20 كتابا، وطبعت ملايين النسخ تلقفها الناس من مختلف أنحاء العالم. كان الهم الأكبر للشيخ أحمد ديدات رحمه الله هو كيف يتم بناء جيل قادر على مواجهة هذه الحملات التنصيرية المستمرة، وما هو الزاد الذي يستطيع هذا الجيل أن يقاوم به. لذلك عمل الشيخ ديدات على إنشاء معهد لتخريج وتدريب الدعاة إلى الله، فأنشأ معهد السلام بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا، كذلك أنشأ المركز الدولي للدعوة الإسلامية بنفس المدينة. وكان لهذا المجهود أكبر الأثر بعد الله في نشر الدين وتوعية المسلمين ومواجهة حملات المنصرين. وتكريما لجهوده رحمه الله في الدعوة إلى الله وبيان حقيقة الإسلام، تم تكريمه في سنة 1986 من الميلاد بمنحه جائزة الملك فيصل في خدمة الإسلام والمسلمين، فرحمه الله. تعرفون التخيل، العقل البشري عاجز أمامه، فحينما نستخدم الكلمات فإنها تستدعي صورا ذهنية، فأنت حين تقول باسم الآب تتراءى لك صورة ذهنية معينة عن ذلك العجوز سانتا كلوز الأضخم ملايين ملايين المرات من الرجل العادي، لكنه أشبه برجل جالسا على كوكب، الأرض قاعدته والسماء أريكته، هذا هو الأب السماوي المحب. وحين تقول الإله الإب فيما تفكر؟ إنك تفكر في شاب وسيم بشعر أشقر أزرق العينين وسيم الملامح، أشبه ما يكون بأبطال أفلام ملك الملوك ويسوع الناصرة ويوم النصر. فإنكم لا تفكرون إلا في شخص إنجليزي أو ألماني أو من الشمال بأنف مستقيم، هذا هو الإبن. وبالنسبة للروح القدس فإنه أشبه بالحمامة التي حلقت حين عمد يوحنا المعمداني عيسى في نهر الأردن، أو أشبه بلهب النار. بعد رحلة جهادية في الدعوة إلى الله، وفور عودة البطل أحمد ديدات رحمه الله من استراليا في إبريل في سنة 1996 من الميلاد، أصيب الشيخ ديدات بجلطة في الشريان القاعدي، ونتيجة لحب الرجل لدعوته وكثرة ترحاله وسفره هنا وهناك عاوده المرض. ولكن في هذه المرة كان شديدا عليه، ففي يوم الاثنين 8 أغسطس في سنة 2005 من الميلاد رحل الرجل الأشم، وفقدت الأمة الإسلامية فارس الدعوة في العصر الحديث الذي طالما أزعج مضاجع المنصرين بدعوته وجهاده، فرحمه الله وجعل الجنة مثواه. الصورة ليست واضحة تماما ولكنها موجودة، فلديكم 3 صور ذهنية مختلفة، ومهما حاولتم فلن تتطابق هذه الصور الثلاث في صورة واحدة، سيكون في ذهنكم دائما 3 صور، ولكن حين أسألكم كم صورة ترون تقولون واحدة وتكذبون علي. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تكذبون علي. Mm-hmm.
حدثني التاريخ فقال ذاكرتي لم تنس رجالا. حدثني التاريخ فقال ذاكرتي لم تنس رجالا. حدثني التاريخ فقال ذاكرتي لم تنس رجالا. ملأوا الدنيا ذكرا حسنا مروا وبقوا فيها مثالا. يا تلك الهمات سلاما وبقيتم أعلاما. صار التاريخ بكم يروى وبكم أيقظ فجرا ناما. Thank you.